انا ان شاء الله يعني مضيت مع فيسبريم شهر 10 اللي فات والانونس بتنزل شهر 12 ان شاء الله نخلص سيزن ده. لسه عندنا سوبر مصري الاسبوع الجاي وراها ان شاء الله سوبر افريقيا وراها بطوله افريقيا ابطال الكاس. فدلوقتي في فتره حاليه طبعا في حاجات لازم نركز فيها عشان تقدر ان انت تروح للمرحله اللي بعدها بكل احترافيه تبقى مخلص كل اللي عليك. انا على ذمه نادي الزمالك دلوقتي والحمد لله كسبنا الدوري ما توفقناش في الكاس, بس ان شاء الله نحاول ان احنا نصالح الجمهور ونعوضها في الثلاث بطولات الجايين. ربنا يكرمنا ونقدر نكسب اللي نقدر عليه والجمهور ان شاء الله في ظهرنا ونحاول ان احنا نفرحهم. بعد كده عندنا افريقيا المنتخبات في شهر 7 في مصر في وسط بلدنا وجمهورنا, فطبعا نبقى حابين ان احنا عايزين نكسب ونفرح جمهورنا وان شاء الله الجمهور يقدر ان هو يحضر بقى البطوله دي. ان ما قدرناش في كاس عالم ان هو يجي ويساعدنا. وبعد كده بقى نبدا ان احنا نشوف ايه التجهيز للسفر لفيسبريم والمجر, وربنا يا رب يكتب لنا الخير فيها. استعدادك لماتش الاهلي السوبر الافريقي وازاي بتستعد للمباراه دي؟ طبعا ديربي وكل حاجه, وبرضو كلمنا عن اللقطه بتاعت المباراه اللي فاتت, اخر مباراه بين الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي اللي فاتت. كنت انت طبعا يعني انت اللي حسمت المباراه في الاخر, فكلمنا ازاي احتفلت وازاي عن الاجواء يعني بصفه عامه للمباراة. هو طبعا دي عشان ماتش السوبر اللي فات ده كان ظروفه مختلفه شويه, ان مدرب جديد وفرقه لسه بتتكون, وده كان اول ماتش رسمي نلعبه في السيزن من غير ماتشات وديه ومن غير ما الفريق يكون متجمع. فكان الضغط عالي قوي علينا ان احنا في جاهزيتنا ما كانتش احسن حاجه, والحق يتقال هما كانوا افضل مننا في الماتش, بس الحمد لله ربنا اراد لنا المكسب واراد ان انا اكون سبب من الاسباب ان انا بس الكوره دي انا اللي جبتها. بس مش هنضيع ال 28 جون ولا ال 27 جون اللي بقيه الفريق كان جايبه, وانا ممكن ما كنتش من احسن اللعيبه في الماتش ده. في لعيبه كتير قوي تاخد تقدير واحترام في الماتش ده بالذات اكتر مني, بس الحمد لله احنا فرقه واحده والمكسب باسم نادي الزمالك, ما حدش بيتقال عليه هو اللي كسب, احنا فريق واحد والمهم ان احنا كسبنا وحققنا هدف ووصلنا لكاس عالم انديه لتاني مره, وكانت اول ماتش كفتحه خير ونفرح الجمهور ونخش بدفعه كويسه للدوري نقدر نكمل بيها. طبعا تجهيز لماتش الاهلي طبعا ماتش قوي, فريق يحترم, فريق ليه نديه, بس انت في الاول في الاخر انت بتوصل ان انتوا بتلعبوا بعض 5-6 ماتشات في السيزن او اكتر وعلى بطولات مختلفه, فانت بتقلب اللي هو خلاص انت حفظت التجهيز حفظت الظروف. طبعا بتبقى اختلاف, عندك اصابات عندك حاجات معينه محتاج تزودها. الماتش اللي فات انت لعبت وحش او لعبت كويس, ايه اللي محتاج تغيره؟ فدي كلها حاجات سكاوتنج ودراسات انت بتعملها مع المدرب, طبعا بيبقى ليه هو الفضل والكلام الاساسي, وانت كلاعب الفكره ان انت تخش بس نبقى الفريق كله على قلب واحد, وفي الاول وفي الاخر النتيجه دي بتاعت ربنا. اكتر لاعب من الاهلي نفسك ان هو ينضم للزمالك مين مثلا؟ لا ناس كتير قوي طبعا, ناس يعني كتير قوي, كلنا زمايل في المنتخب, في الاول وفي الاخر الموضوع ده بيصب المنتخب مصر, والناس بتشوف اصلا في ماتش اهلي وزمالك وديربي في انتنسيتي وفي خشونه في كل حاجه, بس عمره ما بيحصل مشاكل. اللعيبه كلها بتحب بعض, اللعيبه كلها اخوات واصحاب, التنافس دي حاجه, بس في الاول وفي الاخر عايزين ان نطلع الماتش بشكل كويس وفي الاول وفي الاخر عشان المنتخب يبقى اسمه كويس.